أول خبر معانا بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد سيادته لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية. شهدت المائدة المستديرة حوارا مفتوحا للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكدا الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصري. كما أعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعما لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتدريب وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الأساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى. أستاذ محمد، يعني خلينا نتكلم في هذه النقطة تحديدا. لما الرئيس بيحضر مائدة مستديرة مع كبرى الشركات المصنعة للنقل الذكي، وهو خلينا نقول هذا المعرض وهذا المؤتمر التوجه إلى 2030، هذا يعطيني إيحاء بأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تعرض أمام الرئيس ويتم مناقشتها في مثل هذا المنتدى. بداية طبعا الدورة الرابعة لمؤتمر النقل الذكي، طبعا شهدنا الافتتاح الذي تم بالأمس. حجم المشاركات حجم كبير جدا، عندنا حوالي 250 شركة محلية وعالمية من 20 دولة مشاركة في هذا المعرض، تقدم أحدث منتجاتها خبرتها. الهدف من المعرض هو نقل التكنولوجيا والأفكار ورؤية مصر في تحقيق بنية تحتية، سواء كان في مجال الطرق سواء كان في مجال النقل، والاستفادة من الخبرات هذه الشركات العالمية. عندما نجد أن الرئيس بنفسه مهتم بهذا المؤتمر ويتحدث مع كبرى الشركات العالمية من خلال المائدة التي تمت مع كبرى الشركات العالمية، تؤكد على أن رأس الدولة المصرية تهتم بعملية البناء وتهتم بحوار مع هذه الشركات والاهتمام بهذه الشركات، سواء كان شركات خاصة، شركات كبرى، مجموعات الشركات الكبرى، يعني لتذليل جميع العقبات في تحقيق شراكة حقيقية بالنسبة للتعاون مع الجانب المصري. أيضا الرئيس تحدث خلال المائدة المستديرة، تحدث عن إمكانيات الدولة المصرية سواء كان بالنسبة للطرق الكباري، تحدث عن فرص الاستثمار، تحدث أيضا عن البنية التحتية التي تمت من خلال المشروعات القومية التي قامت في، على سبيل المثال عندنا 7000 كيلو متر تم إضافتهم بالنسبة للطرق، عندنا أيضا الاهتمام بالموانئ البحرية، ميناء العين السخنة على سبيل المثال 12 كيلو، عندنا يعني العديد من الإنجازات التي تحققت والتي نهدف أيضا من خلال هذه اللقاءات الاستفادة من هذه الخبرات في إتاحة المزيد من الفرص في المشروعات القومية الجديدة لمشاركة القطاع الخاص والدول الكبرى بخبراتها، مثل القطار السريع، مثل القطار المعلق، مثل أيضا فائق السرعة. إذن عندما يتحدث الرئيس عن إمكانيات الدولة المصرية وعن المشروعات القومية وعن مقومات الدولة المصرية، سواء كان في توفير الطاقة سواء كان في توفير الأمن والاستقرار، إحنا بالفعل الدولة المصرية حريصة على نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر من خلال تدريب العمالة من كبرى الشركات العالمية. أستاذ محمد، عايز أقف عند نقطة الرئيس يعني
ركز عليها وهي المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، خاصة أن الرئيس قال كلمة في غاية الأهمية أن هذه المنطقة فيها فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان، ليس فقط استقرار لكن مكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيا أمنيا اقتصاديا. هل هذا يعني يعطينا مؤشر، خليني أقول، أو أن هناك توجه إلى النهوض بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الشركات العالمية وتبقى يعني منطقة عالمية، خليني أقول، الفترة القادمة؟ يعني بالفعل طبعا عندما يتحدث الرئيس عن عملية الاستقرار، احنا عارفين طبعا ان اي مستثمر اجنبي بيجي يستثمر لابد من توافر عدة شروط، منها الاستقرار الامني. ما فيش شركة هتجيلك تضخ مئات الملايين او المليارات في مكان في نزاع، في عدم استقرار، بالإضافة أيضا إلى تشريعات قوية. نعم. وإحنا عندنا قانون الاستثمار الموحد، عندنا الشباك الواحد، عندنا أيضا الطاقة، ويعني تزويد هذه الشركات بالطاقة وتوفير الطاقة. احنا حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز، كنا الأول بنستورد ب 2 مليار دولار، استطعنا من خلال الاكتشافات الجديدة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصبحنا الآن محط أنظار العالم، أصبحنا مكان إقليمي للطاقة، خاصة منتدى شرق البحر المتوسط. بالفعل رأس المال جبان، ولابد من يعني أن نرسل رسالة طمأنة إلى هذه الشركات بأن الوضع مستقر اقتصاديا من خلال تشريعات اقتصادية تحافظ على الحقوق، وأيضا من الوضع الأمني، وضع يعني هناك حالة أمنية بشكل يعني متميز جدا بتشهد عليه المنطقة أجمع، وإحنا شهدنا احنا حاربنا كتير جدا العمليات الارهابيه، واستطعنا ان نحقق انتصارات عظيمه وتضحيات كبيره في تحقيق الامن والاستقرار. عندنا ايضا عدم تمديد حاله الطوارئ، وده ايضا اعطى مؤشر. نعم. على ان الدوله المصريه دوله قويه، دوله عافيه، لديها من الامكانيات الامنيه والتماسك المجتمعي في ورغبه حقيقيه في عمليه النهوض والتنميه. خليني